برعاية مرمرمول. مرمرمول فاهمينك من غير ما تحكي. عساكم من عوادة يا هلا يا ليبي شركز جاكم في ميعادة والكوبون تم بميتين عساكم من عوادة يا هلا اهلا بكم مشاهدينا الكرام في اولى حلقاتنا من برنامج كبون في شهر رمضان المبارك. كنا معاكم اليوم الفتن في شهر شعبان واليوم معاكم في شهر رمضان، اعاد الله علينا وعليكم بالامن والامان واليمن والبركه. في اليوم نقول رحمه الله على كل شهدائنا وكل من قدم روحه من اجل مدينه بنغازي وليبيا عامه، ونقول ربي ان شاء الله يرحم كل شهدائنا، ربي يصبر امهاتنا، وان شاء الله يا ربي ينتهي الشهر وكلنا راضيين وفرحانين طالعين منا ونحن كلنا فايزين بالتقوى والعمل الصالح والايمان وقيام الصلوات. ان شاء الله رمضان مبارك. اليوم اجواء رمضان غير اجواء الفطر، اجواء رمضان فيها الرحمه وفيها المغفره وفيها الدعاء يكون مستجاب باذن الله تعالى. نشكر مرمرمول الراعي الرسمي لبرنامجنا، نشكر قناه ليبيا الحدث اللي من خلالها نطلع عليكم يوميا على مائده الافطار، يعني يذن المغرب تحلوا صيامكم بالتمره والحليب وتلقونا زارقين عليكم في برنامج كبون للموسم السادس. تسمعونا على راديونا اف ام 107.7 او تشوفونا على ليبيا الحدث او تجونا داخل مرمره مول. برنامجنا لهالسنه حيكون في عندنا جوائز واجده، عندنا كوبونات واجده، عندنا كوبونات 100 دينار اللي فقط الفيسبوك اللي حيكون الادمن الصفحه هو عز الفيتوري، 200 دينار لفقره سين وجيم، 200 دينار لفقره شغل لي عقلك، و200 دينار ليغير لي جوك او 100 جنيه، وختاما نكون فقراتنا بلمسه وفائنا. نشكر جميع فريق العمل، نشكر محمد القماطي مصورنا، جمال فارسي، فراس الغرياني، صلاح اوباما، وعبد الله شميه خدمات انتاجيه، وسعد الزوي، وادمن صفحتنا عز الفيتوري، وتحيه كبيره للحركه وقائد حركتنا صاحب الحافله الطيبه اخونا مراد. مراد منو؟ الاهلاوي، مراد الاهلاوي، مراد عاشق نادي الاهلي، تحيه كل الاهلاويه وكل النصراويه وكل من يعشق بلادنا الحبيبه. مع بعضنا نتوكل على الله ونبدأ حلقتنا اليوم في أولى شهر رمضان المبارك. عطشتنا عطشتنا هاي عطشتنا عطشتنا هاي عطشتنا عطشتنا هاي. اليوم مرمى رمول موفر للمواطن خدمات عديدة، منها خدمة ادفع لي، خدمة الشيكات السياحية، خدمة الصكوك السياحية، وخدمة الكاش، يعني كل واحد كيف عنده، اللي عنده فلوس يشتري، اللي ما عندهش فلوس ياخذ ادفع لي أو أي خدمة من خدمات مرمى رمول. مرمى رمول في شبنا بعد الشيء القديم، اعطيك رئيسي كما ما تعرفين من اللي عندنا. جاوب تكسب في كبون. اليوم احنا كاول يوم رمضان المبارك واحنا خشينا على هالايام المترجه، كيف شفتي اجواء بنغازي وليبيا في هالايام؟ ما شاء الله، لا ما شاء الله، الحمد لله كويسات. شو بقول اليوم كل الناس في شهر رمضان؟ ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله بنغازي من احسن الاحسن. امين. وانت؟ طيبين ان شاء الله، بنغازي تحسن اكثر واكثر. وانت؟ ان شاء الله يا رب. انا البلاد ولا وانت شنو؟ ان شاء الله. انت جايك مع امك؟ ها؟ سنة خمس سنة وانت طيب. انقال هذا؟ سنة خمس سنة وانت طيب. شكلا كل سنة، شكلا كل سنة، شكلا كل هذا صح؟ مش شكلا كل سنة، تقول يا منوي واحد اثنين ثلاثة. ايوه. ان شاء الله. ان شاء الله بنغازي ان شاء الله كل سنة وانت طيب. لكن ان شاء الله بنغازي حلوة، هي بنغازي حلوة بيك انت اصلا. سلمى. فقرتنا الأولى اسمها سين وجيم. نغطي الإجابة بس، راك تغشي في رمضان، تعالي أنا أنت. سؤالنا قيمته 200 دينار، تمام؟ لو جاوبتي صح، لو جاوبتي غلط سنأخذه منك. هل يوجد من يقبل التحدي؟ الجائزة لمن يحسب ثلاثة. يلا، يقول لك السؤال. الإنسان فينا، بعيد عليك وعلى كل من يشاهد فينا، لو فقد واحدة من عيونه،
كم يخسر من إجمالي قوة البصر؟ احنا شعارنا ما عندناش حد خسران. اقدي يا بنت نسمة، انت اي نسمة مروحة؟ هي نسمة زين. الإنسان لو فقد واحدة من عيونه كم يفقد من إجمالي بصر؟ 50% أكيد باعتبارنا واحدة من العيون هي. قري عشية أنت. هي 50% بس نحن شو نسموها؟ ما نقولش 50% يعني. نقولوا بصير يعني. لا قمة الخمسين، 50%، أنت قلتي 50% صح؟ شو نسموها نحن في الـ في الـ في, الـ في الأعداد؟ واسم الإجابة مدينة من مدن ليبيا. مدينة مثل الربع والثمن والثلث. الربع والثمن. شو يقول لك الربع والثمن والثلث والتسع والعشر صح؟ اها نص يعني. نص يعني شنو نقول بالاسماء هذينا؟ النص نقوله يعني نص. يقول لك تاخذي ثمن وربع. النص يعني كم في العشرة؟ كم في العشرة؟ خمسة من عشرة. سموها خمسة من عشرة؟ كيف الربع والخمس والثلث؟ الخمسة من عشرة نسموها نص. هي نص مش واحدة. دي روحك شاطرة، مش شاطرة. انت اللي حجيب الدور. ان شاء الله. اسم مدينة من مدن الغرب. من الغرب. بعد ضيت قال لك يا جمال والله جدي خطا لك ما اللي قالتها. نقول لك الربع والثلث والثمن والخمس، رايت لك في النص. انا روحك شاطره شاطره. هذه امك لعمتك. امك شاطره. امك تقري. امك هي تقري فيك في الحوشه. ها كيف تقري فيك انت يا راجل؟ مخي كان مخك. مخي يا استاذ في الامتحان ها يبلغ منك الفوت فيا والله. يبلغ. هذه 200 دينار فزتي بيهن معانا اليوم من برنامج كبون. حاجه انك 100 تتبخت انت. تبخت شنو معك انت؟ كويس كويس. يلا ان شاء الله كل عام طيب. ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيكم. بكي فقرتنا الاولى انتهت وكانكم دايرين زحمه العيال. يلا مع بعضنا حنمشوا نشوفوا شنو في عندنا فقرات. عندنا مازال عندنا شغل عقلك. تعال خشوا للمول جوا. تمام خشوا جوا المول ونشوفوا. هو المول قالوا زحمه جوا صح؟ تعال خش المول جوا مع بعضنا نشوفوا. عندنا فقره ثانيه هي شنو؟ شغل عقلك. عز عقلك شاغل عزك يشتغل قصدي. هاي الله يا ربي. اليوم كأول يوم رمضان شنو تحب تقولي للناس كل من يشاهد فينا؟ والله نقول لهم ان شاء الله يا رب يفرجها على جميع. ربي يهدي البلاد والعباد ورب يصلح حالنا ان شاء الله يا رب. حنن قلوبنا على بعضنا بس يا رب. بطل يا ليد. شو اسمك انت؟ احمد. انت شو اسمك؟ فاطمه. شو بدك تقولي اسمك؟ فاطمه غادي. اه حتى انا فاطمه. قولي لي ايام فاطمه فقدت ناس ما شغل عقلك. بشغلي لي عقلك شوي. يقول لك السؤال هو لغز. شنو الحاجه اللي تشيلها ونشيلوها؟ سياره. لا مش سياره. حاجه في عند الانسان بروحه. عند الايش؟ الانسان بروحه. كراين. لا مش كراين. الحياه. حياتنا حلوه. شنو اخرى؟ شنو الشيء اللي نحملوه ويحملنا؟ في ناس عندهم مش سياره. الصبر. صبر. ربي صبرنا كلنا على بعضنا. شنو تفكر معي؟ شنو الشيء؟ هو اوكي انت قلتي سيارة صح. سيارة هي صح لكن شنو في ناس ما عندهمش سيارة؟ قلت الكرعين صح. هي في الكرعين. انت قربتي الكندرة يعني. كلمك الله كلمة الله شادية. يا سهلة. شنو اللي شيلنا ونشيله؟ الواحد يمشي حافيا؟ الهبل صح؟ شو نقول اليوم للناس واحنا في اول يوم رمضان وكل ما شاهد فينا؟ كل سنه وانتم طيبين يا ربي. والواحد حتى رمضان مش للاكل والشرب بس، على الصبر وعلى الحياه وعلى الواحد يتحمل هم الدنيا ويدخل مسلم. اكيد. وان شاء الله خير يا رب العالمين. شو نقول للناس في رمضان اليوم؟ كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه ان شاء الله. كم تقري انت؟ خمسه. خمسه كم؟ خمسه اول. مش نجحتي السنه هذه؟ ممتاز. وبعد اخرى؟ ممتاز بس هيك بروحها. قعد لك هذا اليوم تيجي. يلا ان شاء الله كل عام انت بخير. هويجا هذينا 200 دينار من مرمره مول. ان شاء الله كل عام انت بخير وخشت انت ولمي حاجتك وان شاء الله يا ربي كسنت طيب. ربي يفتح عليك ان شاء الله. الله يبارك فيك ويفتح عليك ان شاء الله يا ربي. ربي يكثر مالك ويكثر مال الليبيين يا رب العالمين. يصلح حالهم ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ربي يصلح حالهم. تسلمي غاليه. تسلمي. هيك شغل عقلك. شغلنا عقولنا وشفنا عقول الناس كيف ماشي وشفنا اليوم في رمضان والناس صايمين.
دونك لا يا قماطي. خلاص خلاص حرام عليك العيب، حرام عليك يا قماطي. طيب العيب، تعالوا نشوف مع بعضنا. نمشي فقرتنا الاخيره هي فسفيس. شوفوا على الفيسبوك شنو عندنا من سؤالنا. سؤال الفيس قيمته 100 دينار، حننزلوا سؤالنا اليوم كاول يوم رمضان. شنو السؤال اليوم؟ حتجاوبوا عليه في صفحه التواصل الاجتماعي الفيسبوك. عباره عن سؤال، نزلوا اجاباتكم ولكن قولوا للي اسمائهم مستعاره، يا ريت تكتبوا اسمهم كامل. مثلا لو انت اسمك مثلا رجولتي سر اناقتي، هو اصلا اسمه جمال صالح القماطي، محمد صالح القماطي، فهيك شنو الاجابه وجنب اسمه بالكامل، يعني الاسم مستعار مش حيكون معنا في السحب. تمام يا قماطي، لكن قماطي بالعربي مكتوب. مع بعض نشوف الفسافيس وش عنده صفو اليوم من سؤال. يلا من عاد مجيد خليكم معنا. جاوبتك سافي وصلنا بكم لي بعد ما شفنا فقط فسافيس وشفنا سؤالنا اليوم. اكيد الاجابه الصحيحه والفايز حتلقوه على صفحه التواصل الاجتماعي باسم برنامج كبول مع محمد شاكس على قناه بي حدا. تمام، توا اخر فقره عندنا وهي فقره غير جوك. الفقره فيها جائزتين، جائزه 200 جنيه للي جاوب صح وجائزه 100 جنيه للي جاوب غلط. تمام، متفقين؟ كانك مستكن انت ولا صيام اليوم؟ هو اليوم رمضان، الدنيا حايسه. ليت ان شاء الله كل عام بخير. متطيب ان شاء الله، متطيب ان شاء الله. شو جو الصيام معك؟ لا لا ان شاء الله تمام ان شاء الله الحمد لله. تعال قربوا لي هناك شويه. ايوه بس، وانت حاجه قربي لي هناك حاجه مش مهم. تبي تجاوب والله ما تقدر تديها بكره. دي ريتو فقرتنا اسمها شنو غير جوه. حنسالك كم سؤال، اللي جاوب صح ياخذ 200 جنيه واللي غلط حياخذ شنو؟ تمام؟ احنا شعارنا معنا حد خسران. هي عباره عن جمله نبي نقولوها 10 مرات. حلو؟ وانت وشطارتك. قال لك شريف، وعندنا واحد اسمه شريف، شريف المصري يقول لك العام انت بخير، عنده شرشاف. شريف شنو عنده؟ عنده شرشاف. وشرشافنا كيف شرشاف شريف؟ تمام؟ نحطين اصحاب، انا وشريف اصحاب. هو شرى شرشاف وانا شريت منه. فشنو بنقوله نحن في الجمله؟ شرشافنا مع شريف. وشرشاف شريف زي شرشافنا. شرشافنا وين قاعد؟ مع شريف. مع شريف. وشرشاف شريف كيف شرشافنا؟ جميل. شرشافنا مع شريف وشرشاف شريف مع شرشافنا زي شرشافنا. هيا جملة، شرشافنا مع شريف وشرشاف شريف كيف شرشافنا. تمام، وشرشاف شريف كيف شرشافنا. توا تاخذ الورقة بس، انت نبيع 10 مرات صلي وقف ايش بكر. تمام، نادو بيكي. هاي شرشافنا مع شريف وشرشاف شريف زي شرشافنا، 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 شرشافنا زي مع شريف وشرشاف شريف زي شرشافنا، شرشافنا مع شريف وشرشاف شريف زي شرشافنا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ما انت في انت في العيش بديني معناها. والله غيرت شراشيكم صار هذه. ما شاء الله. ريت صلي 10. وريني يا شريف، شو اسمك انت؟ شريف؟ عامر. عامر. عامر، هيا عامر اي. اعطينا. شرشافنا مع شريف وشرشيف هني شرشاف شريف مع شرشافنا. ما هو ده اللي انا نفسي افتكره. تربل يا تربل، اصبر، تعالي انت، قالتها صح من راس هذه. مع شرشاف كم وين؟ تعالي انا مدام. هاي اعطينا. شرشافنا مع شريف وشرشاف شريف كيف شرشافنا؟ 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 شرشافنا مع شريف. عدت منك، راحت راحت. عطيك فرصة أخيرة، أنت توكي بالسليم. فرصة أخيرة، شرشافنا مع شريف. شرشاف شريف زي شرشاف زي كيف بدك تقولي كيف صح انت وسهل هذا من الاول. اخر مره يلا، واحد اثنين ثلاث. شرشافنا مع شريف وشرشاف شريف زي شرشافنا، 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 شرشافنا مع شريف وشرشاف شريف زي شرشافنا. سين طيح واد سين مع شريف طيح. شرشاشنا شرشافنا شرشاشنا شفرق لا
لك ليش عم تبكي؟ والله مجتمع مثل الفلت. بعدين نقراها. شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا وشرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف زي شرشف زي شفافنا فشفافنا والله ما عليك بلا والله عافيك صايمه اليوم ان شاء الله كل عام وانت بخير سمع ما حد يزعل عندنا حاجه طالي 10 مرات مره واحده هاك 100 جنيه كويسه ان شاء الله كل عام وانت بخير رمضان كان مبارك شو نقول اليوم الناس احنا في اول يوم رمضان ان شاء الله ان شاء الله كل عام هو بخير ورمضان مبارك وربي يهني البلاد والعباد ان شاء الله كل سنه وطيبين ان شاء الله ربي يهدي البلاد وان شاء الله خير هذه متجنين لك بجداره هذه ما شاء الله عليك هذه ممكن تنام قدمت من مره رمول نبي اليوم كنا منك احنا اول يوم رمضان ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله ينعاد علينا وعلى الامه العربيه والاسلاميه بامن وامان اللهم امين تعال مع بعضنا صوره جماعيه هي. تعال خش يا حاجه خش يا حاج هاي هاي عن جماله هاي عن جماله يلا هاي عبد الله هكي كملنا كوبوناتنا اليوم وكملنا اليوم جوائزنا ان شاء الله بدايه نقول كل عام وانتم بخير بمناسبه اول يوم رمضان ان شاء الله بيعود علينا بالامن والامان واليمن والبركه والبركه البركه صحيح مغاصه وقت على المغرب بس مع بعض نشوفوا من شهيدنا اليوم من حيكون اليوم اللي نكون احنا ضيوف عنده في او في اخر فقره من فقراتنا وهي شنو لمسة وفاء. بعضنا مستمرين في كبون ستة على ليبيا الحدث راديو اف ام ومرمرة. جاوبتك في كبون. شهدينا الكرام وصلنا بكم لأول منزل شهيدي معنا اليوم في أول حلقة في شهر رمضان المبارك. عارفين بأن لمسة وفاء نقدموا فيها لشهدائنا نقدموا الروح من أجل بلادنا الحبيبة. شهيدنا اليوم هو الكاسح بشير الكاسح مع بعضنا حنخشه. منزل آل اللي عرفي فبعضنا هناك مع والد الشهيد عن الشهيد في أول حلقة من شهر رمضان المبارك في برنامج كبو عاش الكاس في عام جديد نزور حوشك يا شهيد أحكينا والحاجة شهر رمضان المبارك هالسنة شو الأجواء معك وكيف استقبلت بداية رمضان هالسنة والله شهر رمضان طبعا شهر فضيل وإن شاء الله علينا بالصحة والخير وشنو نقول يعني نقول الله يرحم أوليدي ويرحم جميع الشهداء وإن شاء الله في الجنة يا رب إن شاء الله يا رب إن شاء الله تكون في الجنة بإذن الله تعالى وتفرحي بالانتصار اللي قدمه ولدك مع الشباب اللي قدمه كلهم والكاسح راجل عاش راجل ومات راجل وبشهادة بنغازي كلها وشهادة أصحابه ورفاقته إن الحق إن الله يرحمه ويسامحه سيتا قاعد في كل مكان وانت ربيتي ولقيتي اليوم الحمد لله ارفع راسك وماشي راسك مرفوع خي ما يقعد راسك مدنقر وتقولي ولدي باع الوطن ولا لا والله ممكن يفي يفر عن الفراق بس اي والله سوى الفراق واعر صح والله يرحمه ويرحم جميع الشهداء والله يرحمه ويسامحه كان ولدي من يوم ما جبته في الدنيا الله يرحمه ويسامحه على عد ما قعد معي عمره ما زعلني رضي الله يربحه والله إن شاء الله في الجنة يا ربي وليدي وعمره ما زعل واحد حتى من أصحابه من جيرانه كان أيامه في طفولته في مدرسته أو لما خش للجامعة ما عمره شكا من أحد رضي الله يربحه والله رضي عليه دنيا وآخرة والله يسامحه وليدي هو الكاسح شوفي الكاسح احنا عارفين في وسطنا الإعلامي إنه هو صاحب ضحكة وديما يبصر ويشفط أحكي لي أنت حاجة من حاجة كان ديما يركب عليك فيهن أو علي باتا شن كان يدير موقف من مواقفك اللي كان يمشي كان طبعا ديما يجي يقهمس عند الاستاذ الكوتشين على السبه البريزه يعلق في النقال نتاعها نقعد انا لما نطلع نقول له حول من الطريق كي انت داير لي استغراب يقول لي المكان هذا عجبني نقعد لك فيها ينابش فيا حتى اخر مره قلت له سو حول ماشي انت طبعا عارف الام ديما تخاف على ولادها قلت له ماشي العمارات 12 تقول لي العمارات 12 انا ماشي العمارات 8 ويبصر ويضحك حتى لما يلبس لبسة الحرب ويطلع يقعد ينكت ويضحك يعني يقول هذا ماشي كأنه ماشي يتدهور مع أصحابه ماشي يمثل في مسرحية ماشي يعني مش ما كناش ماشي الحرب ما كناش ما عمراش ورانا أنه هو يعني خايف والله مرتبك والله وحتى لما نقدر نسأله فيه ما كانش يحكي لنا ديما يقول لا أنا يمي ما تخافش قاعد برا أنا قاعد سنين أنا في المعسكر برا ما نقدمش
مش يخوفوكش بس يطمن فيك. يقول لي حسين امي عندها صفر ما فيش انك تدعي. اول ما انضم الكاسح للقوات الخاصه وقواتنا المسلحه وانضم للجيش اول ما جاء لك يا امي نابل عادي طبعا جاك خذ منك الربح في الاول. انت طبعا انت اكيد قلتي لها لا. لا كيف تعرف انا والله ديما يعني مش حاطه انه في عقلي انه ولدي ماشي يعني شهر حرب ديما يقول لنا برا ديما نقول بعيد ديما مطمنه من ناحيه بعيد بعيد ما عمريش حاطه ديما نقول الله هو اختار الطريق هذا يلا يربحه وديما ندعي له نقول كل طلعه نقول استودعتك عند الله استودعتك عند الله ونقول مطمنه عليه نقول في رعايه الله وحفظ الله انا ما نجيش خير احد منا على الله حتى لما نقول له يا وليدي ردي بالك يقول لي يا يمي ما تخافش الموت موت وحده حتى كان العمر واحد حتى كان بنموت نموت وانا هيله ما تخافش وياخذها بضحكه ولعبه ويطلع ما عمرش وراني اني خايفه ولا مرتبكه ولا عمرش لا 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 الله يسامح الله يسامح انا عد مع الشبحيه في الدنيا عمره ما ساحني بالهم جميعا وانت ربي يصبرك وما شاء الله عليك انت مراه تخاف الله وصابره وهذا ابتلاء عند الله وان الله اذا حب عبده ابتلاه وانت ربي اليوم يحبك فالحمد لله رب العالمين يا رب يحفظك ان شاء الله احنا عذرينا هذه هديه بسيطه جدا من برنامجنا حبينا هي تكون كلمسة وفاء الكم اليوم وخطر احنا اليوم ما ضقناش في الفطور الجاي عندك كم قولي لي خطر على موضوع الفطور الحاج بشي شنو في حاجه يحبها في رمضان البراك في اللي يحبك يد مدهنك اللي هو يحبها بتاع براك رقي شاطره في البراك هي خلاص ولا بكره فطرنا عندك خلي السعاده في الكوجينه كلمه حقيقه تذكريني قولي شكا جاني اول يوم رمضان فخي راسي تسلم يا غالي ان شاء الله كل عام سلمك لا وجديني جمال فارسي وكال معاش يسك تسلم يا غاليه تسلم ان شاء الله يا ربي رمضانك مبارك هذه هديه بسيطه هذه من احنا لك انت هذه اللي كنت هذين الكوجينه وهذا اللي هذين شال عمي بشير حاضر هذين 500 جنيه مقدمات من مرمى رمول تمشي غادي تاخذ بين حاجه رمضان وان شاء الله بك العام هو مش قادر كم لكن هذه كلام استوفاء بسيطه من حالك بارك الله فيكم انا نبي حاجه واحده الله يرحم جميع الشهداء جميعا بس نبي حاجه واحده ما ننسوش الشهداء والله نحن ما نبوا لا مبلغ مالي ولا نبوا حتى نبوا حاجه واحده بس ان يختفروا ويعزوا الشهداء الشهداء هذوما الاولام هم نحن ما ناش في الانتصارات هذه اللي احنا فيه وهم ناس طبعا قدموا اغلى حاجه عند الانسان روحها ناس قدمت ارواحها ورووا دمهم بهالتراب الوطن صح ولا لا فلهذا ما ينتسوش الشهداء هذوما تيجان فوق روسنا ومفروض ما ننسوهمش عاش الكسبي عالم جديد نزور وحوشك يا شهيد بك مشاهدينا الكرام وصلنا بكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج كبون الموسم السادس ختمنا اليوم حلقتنا من بيت الشهيد الكاسح بشير الكاسح رحمة الله عليه وإن شاء الله ربي يقدرنا ونقدم لمسة وفائنا لكل شهيد قدم من أجل بلادنا وروحه وحياته كل عام وانتم بخير ورمضانك مبارك واليوم أول أيام شهر رمضان مبارك إن شاء الله ربي ما يجينا العيد إلا وبلادنا كلها متحررة شرقها وغربها وجنوبها وإن شاء الله ربي الصابري نسمو على تحرير الكامل قريب جدا الختام يحفظ الله بلادنا يحفظ الله وطننا يرحم الله كل قواتنا المسلحه وكل قواتنا الخاصه وكل واحد قدم روحه من اجل البلاد شوفونا على ليب الحدث او اسمعونا على راديونا ام 107.7 او جونا داخل مرمره الختام كملنا غير السلام السلام عليكم السلام عليكم بإذن الله لقانا يكون فكر ركز خلاك جاد جاوبتك سفيك وبون بكرة في نفس الميعاد بإذن الله لقانا يكون فكر ركز برعاية مرمى رمول.
مرمرة مول فاهمينك من غير ما تحكي.